Shada FM, la radio que j'aime. كريم من الدار البيضاء اللي تكلم على انه اعتزال زوجته شهر رمضان كامل، واش فيها الاجر؟ تنقولوا فيها الاجر، لا شك ان فيها الاجر، لان الانسان غادي يضحي من اجل شهوته لكي يعبد الله سبحانه وتعالى. وهنا كيحضر بان الحديث الشاهد عندنا اللي داز في الحلقات الماضيه، وهو ان الصيام يشفع للعبد، يقول يا ربي منعته الشهوه، نعم، طعام بالنهار والشهوه، فشفعني فيه فيشفع. لكن احب ان امس في اذن اخي هذا، تنقول لي الله يجزيك بخير، راه ماشي كل سائر رمضان فيه مباشرة الزوجة حرام، لا، حتى في العشر الأواخر، إنما المباشرة للزوجة يعني تتكون حرام لما يكون الإنسان في الاعتكاف، معتكف، دخل نهار 19 في رمضان في العشية مع العشاء، دخل المسجد ما يخرج حتى نهار العيد، هنا تنقول لي ما تقربش الزوجة ديالك، إلا قربتيها فسد اعتكافك. لكن من غير اعتكاف يجوز لك أن تباشر زوجتك، لأن ربي سبحانه وتعالى رخص فيها، فالآن باشرهن وكلوا ما وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فاذا المسلم يباح له زوجته في رمضان، يعني في ليل رمضان، ولكن اذا بغى يعبد الله تعالى ويشمر ويعمل بالحديث ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه كان يشد مئزره الى جت العشر الاواخر شد مئزره، و يعني تنقل ايقظ اهله واحيا ليله، يبغى يعمل بهذه جزاه الله خيرا، فهو ماجور ان شاء الله تعالى، غادي يخرج من هذه الايام هذه مغفورا له، نال العتق من النار، نال اجر ليله القدر، وقد غفر الله تعالى وتسلم جائزه رمضان الرضوان والمغفره من الرحمن ان شاء الله. تقول تكلمت على عوده سيدنا عيسى في اخر الزمان. بالفعل سيدنا عيسى سيعود في اخر الزمان، غادي يرجع الى الدنيا وسيعود ان شاء الله تعالى الى هذه الارض لينشر فيها الخير والصلاح والفلاح، وسيعود ليس بدين النصرانية، لكن سيعود بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لن يأتي إلا بالصلاة، سيطرد الخنزير، وسيكسر الصليب، وسيحارب كل مظاهر الكفر والشرك في العالم. سيعود يعني كأنه يعني واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينشرون هذا الدين. عيسى عليه السلام لم يموت ولم يقتل، إنما رفع، وهذه معجزة من معجزات سيدنا عيسى، وهذه قوة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. بينما كان بين أتباعه وهو يلقنهم تعاليم الإنجيل، عندما جاءه الجنود ليسحبوه باش ياخذوه يقتلونه لأنه ينشر دين التوحيد، عوض الدين الذي كان عليه ذلك الملك يعني في ذاك الزمان ذاك الكفر، يعني أخذوا يعني أبغوا ياخذوه، فقالوا يعني الأتباع ديالو اللي كانوا حاضرين آنذاك يعني، فرأوا نور يعني السقف قد فتح وصعد من هناك، فالرجل كان من بين بعض الأتباع ديالو، أحدهم الذي وشى به الإسخريوطي، فألقى الله شبه عيسى على الإسخريوطي، فأخذ هذا الإسخريوطي وصلب، وظن بنو إسرائيل وظن الناس أن عيسى صلب، لا، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فإذا هو رفع، هو عند الله سبحانه وتعالى، وسيعود في آخر الزمان ويعود بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة يجب أن نؤمن بها، لأن أخبرنا بها القرآن الكريم وأخبرنا بها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بها واجب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بالنسبة لعبد الله بن قنيطرة تكلم على السجود، قال أنه ما مزيانش نذكروا بعض الآيات في السجود. الآيات اللي فقط على القراءة، مثلا القراءة مثلا إنسان تقرأ القرآن هكذا والعصر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا ما تقرأش، لكن يجوز أنني في السجود نقرأ مثلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا. آيات قرآن. نعم، آيات اللي فيها الدعاء، الآيات اللي فيها الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. نعم يدعو بهذا الدعاء، يدعو بالآيات اللي فيها الدعاء، نعم، أما الآيات اللي فيها غير القراءة والأحكام ويوم القيامة وكذا، لا يقرأ بها لا في الركوع ولا في السجود. لا في شيء، نعم، أصلا ما يقراش. إن شاء الله. الذكر بالوضوء أفضل. نعم. الذكر بالوضوء أفضل. وإن ذكر الله بلا وضوء جاز. الله يرضى عليكم، احنا اختصرنا.
نعم. بالنسبة لعبد عبد الله ما تيزنيش تكلم على الدعاء إن شاء الله بالذرية الصالحة. أسأل الله له الذرية الصالحة، وقد دعونا مع أخينا عبد الله هذا، وأسأل الله أن لا يحرمه من الذرية الصالحة. اللهم اكتبه ممن رزقتهم وسترزقهم إن شاء الله تعالى، وارزق جميع إخواننا وأخواتنا الذين يستمعون إلى والذين لا يستمعون جميع إن شاء الله. اللهم من كان منهم يا رب العالمين بغير ذرية، اللهم يسر له يا رب العالمين. اللهم إن شاء الله تعالى حرك رحم زوجته، لعله إن شاء الله تعالى يكون لها يعني إن شاء الله تعالى ذرية تخلفها وتخلفه يا رب العالمين، وارزقهم إن شاء الله تعالى الخلف الصالح يا أرحم الراحمين، ولا تذرهم فرادى يا رب العالمين. آمين. شاداي فم، لا راديو كو جيم.